جيش محمد يا يهود، جيش محمد يا يهود، خيبر خيبر يا يهود، خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد يا يهود، جيش محمد يا يهود، تحية مغربية، تحية مغربية، لغزة الأبية، لغزة الأبية، افتحوا معبر رفح، افتحوا معبر رفح، إن الكيد قد نفح، إن الكيد قد نفح، إن الكيد قد نفح، إن الكيد قد نفح، افتحوا معبر رفح، افتحوا معبر رفح، يا ملوك يا خوانا، 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 بعتوا فلسطين بالدولار، بعتوا فلسطين بالدولار. رحيم اسم بالبركة أحمد، عضو في المكتب التنفيذي للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين. بل الوقفة يعني فيها عدة رسائل، من بينها يعني الهجمة الشرسة التي تعرض لها إخواننا في غزة، والسكوت المطبق للعالم بأسره. العالم لم يحرك ساكنا في هذه المذبحة التي تعرض لها إخواننا في غزة. وأذكر بأن اليهود كانوا يدعون أنهم تعرضوا لمحرقة على عهد هتلر، فهذه مع أنهم ليس لهم وثائق ولا يعني الأمر غير موثق، فقط ادعوا، فهذه محرقة ديال محرقة غزة على مرأى ومسمع من العالم. هذه محرقة لغزة على مرأى ومسمع من العالم، يعني بالوثائق وبكل شيء، بكل ما أوتيت كلمة من قوة. فصراحة يعني هذا السكوت للعالم في هذه القضية ديال غزة، هذا الحق لا يطاق، ولا نستنكره بشدة، حيث أنهم منعوا من الطعام ومنعوا من الأدوية وقطع عليهم الكهرباء والدواء، والعالم كله يتفرج، فقط الشعوب هي التي تحركت. أما حكام العرب أو العالم الغربي برمته، كلهم وقفوا في إلى جانب الصهاينة الإسرائيليين، وقفوا إلى جانبهم، قالوا بأن من حق إسرائيل أن ترد العدوان، أن ترد العدوان على من؟ على الأبرياء، على النساء، على الأطفال، على الشيوخ. فهذا صراحة هذه مهزلة للعالم وهو يتفرج في هذه المذبحة التي يقوم بإسرائيليون على إخواننا في غزة. فنسأل الله تعالى أن يفرج عنهم. خرج الشعب الأردني برمته وزحف نحو السفارة الإسرائيلية، مع أن القوات لم تستطع أن تمنعهم رغم القنابل مسيلة الدموع، فزحفوا. يعني الشعوب مستضعفة، يعني لا تملك من القوة شيء، هي فقط تعبر بما تستطيع. هذا الوقف هذا القل، هذا الجهد المقل، يعني إنسان على الأقل ما خصو يدير داك الشيء اللي باستطاعة ديالو. عبروا على مستواهم العالي، حيث امرأة قالت نحن تبرأ بدمائنا للأمة الإسلامية لحماية الأقصى. فهذه الكلمة صراحة تكسب بماء الذهب. أهل غزة ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الأقصى، هم يقومون بالواجب، يعني بحال هما نيابة عنا، حنا نتفرج فيهم وهم يضحون بأموالهم وببيوتهم وبأطفالهم ونسائهم وبكل ما يملكون من أجل أن 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 يحفظ الأقصى، وهم عازمون على إخراج المحتل من الأقصى، هم عازمين إما يخرجوا شهداء أو يخرجوا المحتل من غزة من فلسطين برمتها. حتى المغربي من هذا الحي ما عنده حتى مرجعيه لا سياسيه ولا شي حاجه. المهم هذا الشيء هذا اللي احنا متفق معه، هذه 60 سنه او اكثر وحنا والقضيه الفلسطينيه في بين يدينا، دائما تنقولوا الشعارات شعارات شعارات. جميع الرؤساء والملوك خداوها هكاك باش يستمروا فيها ويطلعوا. المهم حنا شنو تنقولوا دابا؟ كيفاش غنقيسوا هاد الناس؟ هادو اقتصادات، هادي اسرائيل، امريكا، فرنسا، بريطانيا، شنو داروا؟ هادو سيناريوهات، ما ندخلوش في السيناريوهات ديال هاد الطوفان ديال الاقصى. المهم حنا دابا شنو غنديروا حنا؟ هادو الاغلبيه ديال هاد الناس نهار السبت ولا الحد تلقاه في ماكدو غادي بوليداتو. شنو تديرها الشريف؟ تتمشي للحانوت راك تشري منتجات ديال هاد الناس هادو. نحاولوا غير نقاطعوا، واش ما نبحثوش ما نديروش بحث وتعطينا واحد لا ليست ديال هاد المنتجات ديال هاد الناس؟
اسرائيل وامريكا راسماليه متوحشه تقيسهم في الجيب ديالهم، نحاولوا نديروا شي طريقه اخرى، لانها الطريقه ديال دائما الشعارات كل جمعه ويسالي هذا الشيء هذا عاوتاني عدوان اخر وشعارات، راه حنا عينا من هذا الشيء هذا. الا غادي الناس ديال مفكرين او ائمه او شي حاجه اللي وجهوا هاد الناس تبارك الله الى ما هي الشعارات، راه غنبقاو غير تنضروا في حلقه مفرغه يوما بعد يوم، وهذوك الناس سيموتوا وحنا تنتفرجوا. راه هادشي هادو كاملين غدا غتلقاه في القهوه كيتفرج ماتش كيضحك، نتناسوا، ولكن راه ما تنديروش مجهود، ما تنديروش شي ايفور، راه تنبقاو غير في بلاصتنا وهذوك الناس راه تيتهلكوا. عصام شويدر، مسؤول الاعلامي للجنه المشتركه للدفاع عن المعتقلين الاسلاميين. هاد الوقفه هي جاءت سلسله من الوقفات اللي قام بها يعني الشعب يعني المغربي منذ يعني القصف دون توقف، وهي وقفه من تنظيم اللجنه المشتركه للدفاع عن المعتقلين الاسلاميين استجابه لنداء اخواننا في فلسطين. والله سبحانه وتعالى قال: وان استنصركم في الدين فعليكم النصر. وهو هي وقفه جهد مقل، يعني هذاك الشيء اللي قدرنا عليه راه حنا تنحاولوا يعني نديروه باش نوصلوا يعني الصوت ديالنا حقيقه ماشي العالم، لان العالم وانتم كما تعلمون ان يعني الترسانة الاعلاميه الصهيونيه يعني تزور الحقائق فتظهر يعني الضحيه مجرم والمجرم يعني ضحيه، فاحنا اردنا ان نوصل الاصوات ديالنا الى اخواننا في فلسطين، ان هناك من ينصرهم، ان هناك من معهم، ان هناك من يتالم يعني لالمهم، وان كان ما هو اكثر لا قمنا به وشكرا. بخصوص الرساله اللي كتبغيو توجهوها للشعوب العربيه من خلال هذا الوقت. وفي الحقيقه الرساله اللي خصنا نوجهوها للشعوب العربيه هي انهم يعني يستمروا في تضامنهم مع اخوانهم ب يعني شتى الوسائل، اي وسيله يعني كانت هي متاحه للشعوب، يعني ما متاح لنا احنا في المغرب ما متاحش للناس اللي في الاردن، متاح اللي في الاردن ما متاحش للناس اللي كاين في اليمن وهكذا، اي وسيله كانت فيها وسيله تكون حكيمه عقلانيه كانت فيها يعني كان يستطيعون فيها نصره يعني القضيه الفلسطينيه ينصروا بها القضيه الفلسطينيه. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.